هلا حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلامة. انا كوتش بيام، ويلكم باك بقناتي. اليوم هو اليوم التاسع من رمضان. متخيلين يا جماعة انه مر 10 ايام تقريبا من رمضان، ما حسيت فيهم. الحمد لله كان جدا سهل عندي، بس شوي عطش صراحة لاني عم بصور وانا صايمة. المهم ما بدي اطول عليكم، اليوم رح نشتغل على عضلات البطن الكروش اللي بتوصلني مليارات الأسئلة عليه على الإنستغرام وعلى التيك توك. فاليوم رح نسوي تمارين لمنطقة البطن. هالتمارين رح نشتغل عليها على عضلات البطن كاملة، العضلات السفلية، عضلات البطن العلوية كامل. السؤال المتداول بيان، هل تمارين البطن رح تحرق الدهون اللي بالبطن؟ لا، ما رح تحرق الدهون البطن، لكن راح تساعد على انكم تنحتوا عضلات البطن، تبرزوها، تخلوا البطن مرسوم. ايش بيساعد على خسارة الدهون اللي بالبطن؟ الاكل الصحي والحركة، الكارديو، التمارين اللي بتساعد على الحرق العالي. فالتمارين اللي بدنا نسويها اليوم بدي منكم تسووا بالاضافة ساعة كارديو. ما بعرف اذا بدكم تسووها برا مشي، ولا بدكم تسووا جري، ولا بدكم تسووا سايكلينج، اي شيء بيناسبكم ومتوفر عندكم. اليوم التمرين رح تكون 30 ثانيه لكل تمرين تقريبا من غير راحه، بس مجرد انه تبدلوا الحركه. بدي اياكم تسووا 3 مجموعات من هاي التمارين، يعني تعيدوا التمرين 3 مرات. بتقدروا تعيدوا الجزء اللي موجود فيه التمارين من الفيديو 3 مرات، تمام؟ الراحة حسب انتو شو محتاجين، بس كمان يفضل انه ما تكون راحة طويلة، يعني من 30 ثانية لدقيقتين ماكسيموم. اذا جاهزين خلينا نبدأ. Let's go. اوكي حبايبي، هلأ حنبدأ التمرين. بس الاشي اللي بدي اياه منكم تركزوا عليه كتير كتير منيح، اللي هو عضلات الظهر السفلية. بدي الظهر السفلي يكون لازق، يعني هذا التقوس كله ما بدي شوفه أبدا. الإشي اللي بتسووه هو تضغطوا على عضلات البطن، بتشدوا عليها وبتخلوا الظهر ثابت على الأرض، ما بدي اياه يرتفع أبدا. Thank you.
اوكي حبايبي، وهيك بنكون خلصنا التمرين لليوم، ان شاء الله يكون اعجبكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك، وكمان تشغلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل فيديو جديد راح انزله ان شاء الله. وكمان بتقدروا تضيفوني على مواقع التواصل الاجتماعي اللي موجودة بالشاشة. بحبكم كتير وبشوفكم بكرة إن شاء الله. باي.